السلام عليكم خوتي خواتاتي اوان سادتي، صباح الخير عليكم. كتفرجوا في الصباح كتفرجوا العشيه، مساء النور عليكم. مرحبا بكم في النايمي خان، بالخصوص في حفله الفيرداخس. الفيرداخس يعني اخوتي هي الاربعه ايام، يعني كتجي واحد الحفله من 13 في 7 حتى 19 في 7، يعني كيتمشاو واحد الاربعه ايام، عندك من 30 كيلومتر حتى ل 55 كيلومتر، يعني على حسب الاعمار. كاين اللي كيتمشى 30 كيلومتر كل نهار لمده 4 ايام، وكاين اللي كيتمشى 40، وكاين اللي كيتمشى 50، وكاين اللي كيتمشى 55. خليكم معنا نشوفوا شنو كيجرى في هذا الشيء كلشي. يلا ها انتم معنا. يعني اخوتي هذا هو العالم ديال الفيرداخس. هاو تال انتباهي واحد الديكور غريب. ها هو شوفوه معنا، مال هذا مسكين خارج من هنا. يلا سيدي نكملوا. يعني كما كتشوفوا بالنهار اخوتي الدنيا كي كتكون هنايا، يعني راه كل الاماكن في ميليخن كاين بحال هاد الشيء. هذا البرنامج الاسبوع كله اللي غيكون هنا. مازال بالليل نديرو شي جولة هنايا. هنا هاد الجهة كتكون الصلصة، اللي بغيت نقول اخوتي يعني هذه الحفله كيقدر يجي لها من مليون حتى 3 مليون الاشخاص، يعني تيخص لهم اماكن الاقامه. كاين اللي كيجيو عند الناس يسكنوا، كاين يعني على حسب، كاين اللي كيدير لهم كامبينغات، لوطيلات تيعمرو، كلشي تيعمر، ولكن يعني حفلة كبيرة بالنسبة ليهم.
الحفله الوحيده هنايا اللي كتجي اكبر حفله هي هذه ديال الفيرلاكس في النايميخن، ومازال غنديروا شي فلوق على النايميخن لانها كأقدم مدينه في هولندا، غادي نخصوا لها شي فلوق ان شاء الله. يلا خليكم معنا. يعني اي مكان اخوتي مشينا له في السنتر اللي مثلا تلقاو اي مكان هنا قلنا حفله كبيره ما هذا شنو داير هنايا؟ شنو داير هنا؟ إذا لقيتي معلق جوج دقلاق عندك 50 أورو. دابا ما نقول لكم غير تخليكم معنا حتى يظلم الليل. يلا بقاو معنا، مازالين معنا. هاد الفلوق اخوتي اللي كتشوفو يعني راه تصور على مراحل، لان مدة هاد الحفلة كتكون فيها اسبوع، يعني ما غيمكنش كل شيء يتصور في نهار واحد، فلهذا غادي نحاولوا نصوروا شويه ديال الحفله اللي كتكون بالليل وشويه ديال الناس اللي كيتمشاو. يلا بقاو معنا.
صحيحه اخوتي.